كاين واحد الجوج بارك الله فيما دايرين طنجة زوينة. وهنا راه كتشوف الدراري كيهبطوا يديروا سبور وبزاف ديال الحوايج. واحسن مدينة بالروج ولا احسن مدينة هي مدينة الشمال. الشمال كامل زوين تبارك الله، تبارك الله عليهم ناس زوينين وظريفين وطيبين ومصوابين تبارك الله عليهم. هنايا كنهبطوا كنديروا سبور ونعوموا شوية وهادي. المهم دابا الجو تبارك الله زوين والحرارة هي هذيك مشمشة وتبارك الله عليكم والله يعطيكم الصحة. السلام عليكم، جينا اليوم من بحر وكانت الحرارة وكانت الدنيا زوينة وأجيو تبحروا في بلاية. كان اليوم زايد شوية الحرارة وعامنا وكانت الأجواء زوينة وفرحنا ونشطنا مع الدراري. وهادي حنا في طنجة فيما كيكون الويكاند ولا تيكون شي نهار مشمش كاينه الحرارة كنجيو كنعومو كننشطو مع الدراري كنلعبو كورة والأجواء زوينة وكاينه الحرارة. واليوم النهار طوال، النهار طوال كتبقى الحرارة حتى العشية حتى المغرب وكيكون مازال الحال سخون. كنبقاو في البحر كنعومو كنبدلو الأجواء. يوم الحرارة جينا في طنجة وجينا أنا والدراري نبحر هنا شاطئ فلايا والأجواء مزيونة. يوميا كتكون الحرارة هنا كنجيو نعومو في الصفلاي نبدلو الجو ونلعبو الكرة ونشطو. كيف جاوك الماء باردين ولا؟ سخونين مزيونين. كل ما يكون الحرارة وكذا كنعاودو حنا والدراري هنا كنشطو الكرة كنبحرو. حنا طنجة عندنا جوج بحورة يوميا كنعومو في البحر واخا تكون شتا واخا يكون صيف. كي الصيف كي الشتا. السلام عليكم، حنا اليوم ودنا نبحرو نوضنا الصباح جبرنا واحد الحرارة يعني واحد الحرارة يعني كبيرة. جمعنا حنا والدراري في الحومة السيدي إدريس، جمعنا ودنا صافي اتفقنا عن بحرو ودنا بحرنا ونشطنا ولعبنا كورة وياك حنا مدوزين النار. صافي حنا إذا مع الدراري تاع تا كضرب داك المغرب كنطلعو في حالنا. حنا هنايا في طنجة يعني كتخرج الشمس يعني بنادم كيبدا يتحرك يا ودنايا بلايا مرقالة الشقر يعني بنادم كيخرج كيبحر يعني كل ما كيلوى قليل اللي كيبقى في الدار هيدا يعني بنادم كتخرج كتفوج على راسها يعني بنادم كيتسنى هي الشمس تخرج يعني عاد تعي الصيف تجي فوقاش ما جات الصيف هو بنادم يخرج هيدا يفوج. كاين اللي كيبحر كاين اللي كيجلس مع العائلة ديالو هيدا في الرمال كاين اللي كيعدل الكاسكروط يمشي للغابة. المهم هيدايا وصافي حنا هيدايا عايشين هذه هي العيش ديالنا الشامل.